ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم جملة وتفصيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثبت اسم أبدون اللون. الحمد لله بدأنا من حالي عصر صاحب الجنب الأبد الوحد الكريم وبتنسيق محكم مع مركز الجهوي لتحاقل التنبي بس بفضل الله ينظمان نادي الوفاق الرياضي الفاسي للألعاب القوى برئاسة الدكتور عبد الإله الفاسي الفهري وجمعية نساء رائدات في تخطيط الرائدة المحترمة الأستاذة الفلطفي حملة للتواضع للشمس لمقر جمعية المجتمع المدني الإمام علي بمدينة فاس. بهذه المناسبة الإنسانية أصالة عن نفسي ونيابة عن الراغبين في الصحة الجيدة للناس نتقدم بالشكر لكل من ساهم ويساهم بإنجاح هذه الحملة المتعلقة بالتبرع بالدم، لأن التبرع بالدم صدقة جارية وفعل تطوعي لا يمس بصحة الإنسان المتبرع ولا يلحق به ضررا أو مضاعفات. أيها الأصدقاء، أيها الأصحاء، أيها المستمعون الكرام، أيها الأقوياء، هيا بنا لنتبرع بالدم بصفة منصرمة ونشجع على تكريس ثقافة التبرع بالدم مجددين ومتجددين مع المجتمع المدني لصالح مخزون مراكز تحاقن الدم بالمملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة بالصحراء المغربية في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصر الله أيده وأعز أمره. المغرب المغرب يخلد الخالد من طالب جنبر من كل سنة اليوم الوطني للتبرع بالدم، وقد أعطى انطلاقاتها أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأعز أمره يوم الثامن من شهر مارس 2016. أيها الكرام، إن التبرع بالدم فائدة هامة وذات أهمية قصوى. إن المتبرع بالدم يحصل على فضل 10 فوائد لصالحه ولصالح صحته. أولا، المتبرع يحصل على بطاقة متبرع بالدم للإبداء بها عند الحاجة. ثانيا، التعرف على فصيلة الدم. ثالثا، مجانية بعض التحاليل المتعلقة بالأمراض الخطيرة مثل السيبة والتهاب الكلى. رابعا، تجديد كريات الدم عبر ترشيح غدد النخاع العظمي المسؤول عن إنتاج خلايا الدموية. خامسا، تسهيل سيولة الدم. ثالثا، رفع عوامل التخثر في الدم. سابعا، الوقاية من أمراض القلب. ثامنا، علاج بعض الحالات التي تدعى. تاسعا، علاج بعض الحالات الشقيقة. عاشرا، الأجر وحسن الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها السيدات والسادة الأعزاء، إن فعل التبرع بالدم يستغرق من 15 إلى 20 دقيقة ويكون السبب بإذن الله إن شاء الله تعالى أن يشفي الجرحى والمرضى، وهو أساس حياة طويلة للمستفيدين. أما بالنسبة للمشاركين أيضا، نتقدم بالشكر للنقابات الديمقراطية التي شاركت في هذه الحملة أيضا، وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على ما جاء على لسان المواطن الغيور محمد السباعي، ونتمنى
الشفاء العاجل لجميع المرضى، وشكرا لكم مرة أخرى.